أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط الضوء فيها على ملف الجرحى المدنيين وجرحى المقاومة والجيش الوطني في البلاد. ثقيلة بل مثقلة بسيول من الدم والدمع، تبدو فئة جرحى الحرب على هامش الاهتمام الحكومي بانتظار الإسعاف والشروع في معالجة جراحها. في تعز وغيرها من مدن اليمن لا قوائم تتسع للملمة أسماء الجرحى، لا معنى للأرقام مهما تعددت خاناتها قياسا بعذاباتهم وألمهم. تتكرر صرخات وجع الجرحى فيما لا تتحرك الحكومة بأكثر من تصريحات على وسائل الإعلام للتأكيد على اهتمامها بملفهم. هذه التصريحات لا تتبعها أي إجراءات تنفيذية على أرض الواقع بحسب مراقبين، حتى الذين حظيوا بفرصة الانتقال إلى خارج اليمن للعلاج يهملون ثم يهددون بالطرد من أماكن إقامتهم. ذلك دفع بعضهم للمطالبة بإعادتهم إلى اليمن حتى لا تستمر إهانتهم، فيما هدد آخرون بإحراق أنفسهم. ملف جرح الحرب هو الملف الأكثر إلاما والأكثر تجاهلا إن لم يكن مغيبا من أجندة المتشاورين في الكويت، فيما يبدو الأثقل بالنسبة لأوجاع اليمن. تقول التقارير الحكومية إن أكثر من 23 ألف جريح حتى الآن خضعوا لعملية جراحية في الداخل، فيما 3800 جريح يتلقون العلاج في الخارج. وأكد وزير الصحة ناصر باعوم في تقرير ناقشه مجلس الوزراء أن ما يزيد عن 4000 جريح في الداخل بحاجة للسفر بغرض العلاج. وقد أكدت اللجان الطبية خطورة إصابة أكثر من 600 جريح وهم بحاجة إلى تدخل عاجل ونقلهم للعلاج خارج اليمن. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ نقاش حلقتنا هذه نتابع هذا التقرير. لا فرق بين الموت السريري وتوقف النبض عن الحياة، فكلا الخيارين مر. جرح الحرب الفئة التي تقف على مسافة قصيرة بين النهاية وانتظار البقاء، تعيش فصولا من المعاناة لا تنتهي. البعض ينتظرون الموت بفارغ الصبر، وآخرون في انتظار المنقذ الذي لم يأتي. هي الحرب حين تدور تتقطع السبل بأول المتضررين منها، بعد أن فقدوا إمكانية العلاج في مستشفيات مدنهم التي نالت نصيبها من قذائف هجمات الميليشيا. لا دواء ولا مستلزمات، فيما أعداد الجرحى تفوق طاقة ما تبقى من المستشفيات العاملة والكوادر الطبية. حالة الاستياء في أوساط الجرحى ليست جديدة، رغم ذلك لم تقدم الحكومة أي حلول، فارتفعت أصوات الاستغاثة أكثر. ورغم التحركات التي تقودها بعض الدول للمساعدة في علاج ضحايا الحرب الجارية، فإن المنظمات المحلية ترى في الأمر ما يثير القلق من الأوضاع الصحية للمئات منهم، فبعض الدول لا يمكنها إجراء العملية الجراحية ما لم تدفع السفارة اليمنية مستحقاتها السابقة. أكثر من 23 ألف جريح بحسب إحصائيات حكومية حتى الآن، جميعهم خضعوا لعمليات جراحية في الداخل، فيما 3800 جريح يتلقون العلاج في الخارج. وزير الصحة ناصر باعوم أكد في تقرير ناقشه مجلس الوزراء أن ما يزيد عن 4000 جريح في الداخل بحاجة للعلاج في الخارج، وقد أقرت اللجنة الطبية خطورة إصابة أكثر من 600 جريح بحاجة لتدخل عاجل ونقلهم للعلاج خارج اليمن. رغم كل هذا لم يحدث أي إسعاف لملف هؤلاء، حيث تستمر فصول المعاناة باستمرار حالة التجاهل وبقاء ملفهم رهن مسار التفاوض الدبلوماسي بين الأطراف، فلا أحد يعرف من المستفيد من بقاء الجراح مفتوحة وعلى هامش الاهتمام الرسمي. علاوة على كونه واجبا تفرضه تضحيات المقاومة، فإن الاهتمام بأوضاع الجرحى والتكفل بعلاجهم يوفر ضمانة لنزع فتيل توترات سياسية واجتماعية تبدو اليمن في غنى عنها. إذا مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا الآن عضو مؤسسة رعاية لأسر الجرحى والشهداء بتعز الأستاذة الناشطة حياة الذبحاني. مساء الخير أستاذة حياة. مرحبا بكم، مساء الأنوار لكم ولكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بكم أستاذة حياة. لنبدأ من ملف جرحى الحرب في تعز، هل لديكم أرقام وإحصائيات حول هذه الفئة؟ نعم، نحن لدينا في تعز ما يزيد عن 11 ألف جريح، ما يتدخل السفر العاجل والسريع لهم هو عدد 535 جريح يستدعي سفرهم إلى الخارج بأسرع وقت ممكن، وإلا فهم مهددين بالشلل التام.
لدينا 91 معاق بسبب الإهمال الطبي وبسبب عدم تدخل الدولة للتسريع في علاج هؤلاء 91، أصبحوا الآن معاقين. أضف إلى ذلك لدينا 54 من الذين فقدوا أطرافهم في هذه الحرب الغاشمة التي شنتها ميليشيا صالح والحوثي. الوضع في تعز الطبي كارثي ومأساوي للغاية. نحن أمام مستشفيين فقط، ومستشفى الروضة ومستشفى الثورة، وهاتين المستشفيين لا يستطيعون أن يقوموا بواجباتهم الطبية والإنسانية تجاه المرضى هنا في مدينة تعز بسبب عدم توفر المستلزمات الطبية وعدم توفر المشتقات النفطية، وكذلك عدم وجود الأدوية وعدم وجود الجراحين المتخصصين هنا في مدينة تعز. نحن لدينا عدة تساؤلات في ملف جرحى مدينة تعز، وهو أين الوعود التي قطعت منذ عام بتسفير الجرحى إلى خارج اليمن؟ عام مضى على الجراح هنا في مدينة تعز، الجراح تعفنت، هناك أيادي تقطع وأقدام نعم. تبتر ولا مجيب أمام فمك. طيب إلى أين وصل ملف الجرحى بالتواصل مع السلطة المحلية في تعز؟ نعم، نحن كنا موعودين بتسفير 200 جريح إلى السودان، ولم يسفر حتى اللحظة أي من هؤلاء الجرحى. أضف إلى وعود بتسفير 400 جريح إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك لم نرى أي جريح سافر. كل من سافر للعلاج خارج اليمن هو بمجهودي الشخصي أو عبر فاعلي الخير وعبر المنظمات والمؤسسات الخيرية. نحن وصل الحال هنا بنا في تعز إلى أننا نقوم كل أربعاء بوقفة احتجاجية، يقود هذه الوقفة الجرحى أنفسهم أمام مكتب التربية ويطلقون نداءات الاستغاثة إلى الرئيس هادي وإلى الحكومة وإلى دول التحالف بأن يقوموا بإنقاذ هؤلاء الجرحى الذين قدموا أغلى ما يملكون، وهم يدافعون عن التحالف ويدافعون عن الشرعية ويدافعون عن ثبات وصمود هذه المدينة. ما نريد نحن الآن على وجه السرعة، نريد الدولة أن تقوم بتأهيل مستشفى خليفة العام بالتربة. هذا المستشفى سيسهل لنا الكثير والكثير. نعم. يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في استجلاب أطباء. نعم أستاذ حياة. خليفة. هذا نعم. الأمر ليس بالصعوبة بمكان. طيب دعينا أستاذ حياة نشرك في النقاش عضو لجنة الإغاثة الأستاذ عبد الرقيب الحيدري. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء الأنوار أخي. أهلا بكم. حياكم الله أستاذ عبد الرقيب. يعني إذا ما تطرقنا لجهود الحكومة في ملف معالجة جرحى الحرب، هل هناك أي جهود ملموسة في هذا الشأن بخلاف موضوع التقارير الإحصائية التوثيقية؟ دعني أحييك بالقيس على الاهتمام بالجانب الإنساني والجانب المشرق في المقاومة وهو الجريح، وأحيي من تعز الأخت حياة الذبحاني التي أخذت هم الجرحى وكانت من أفضل الناشطين والمتعاونين مع ملف الجرحى. الحكومة تعمل قدر الإمكان على التواصل مع الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي والتحالف العربي. التنسيق مع هذه اللجان بخصوص الجرحى، هناك ترتيبات لنقل العديد من الجرحى إلى السودان. كنت اليوم مع وزير الصحة وقال أن هناك سيتم نقل الكثير من الجرحى إلى السودان، إضافة إلى أنه سيكون غدا سيتجه إلى مصر ليناقش بعض الملفات الخاصة بالجرحى، وتم نقل بعض الحالات الحرجة إلى مصر. هناك أيضا ترتيب مع الإخوة الأتراك، ووعدونا بأكثر من 100 حالة لاستقبالها. وهناك أيضا إضافة إلى الجرحى، هناك حالات مرضية مستعصية أبدت الحكومة التركية موافقتها على استقبال هذه الحالات الإنسانية. نعم. طيب الحكومة يعني هناك سخط كبير من قبل الكثير من الجرحى في الداخل والخارج ضد الحكومة، ما سر هذا السخط؟ هل هم محقون في هذا السخط؟ الحكومة دعني الحكومة الآن لا تستطيع أن تقوم بكثير من الأعمال، هي عبارة عن مجرد تنسيق ما بينها وما بين الدول التحالف. كل يعني لا تمتلك ميزانية، لا تستطيع، مجرد غير وسيط ما بين الأطراف، وكأنها تأخذ هذه الملفات وتقدمها
إلى دول مجلس التعاون لاعتماد هذه الحالات واعتماد الكثير من الملفات. الحكومة تشعر بتحرك كبير على أنها لا تمتلك ميزانية، لا تمتلك استقرار حقيقي. لن تكون فاعلية الحكومة إلا بعودتها إلى الداخل، وهنا الآن يتم تهيئة الحكومة بالعودة إلى الداخل قريبا إن شاء الله. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا الدكتور عبد الرقيب. أعود إلى الأستاذة حياة الذبحاني. أستاذة حياة، يعني مؤخرا أطلق جرحى في تعز يخضعون للعلاج في مستشفيات عدن نداء استغاثة لنقلهم إلى خارج الوطن بسبب عدم وجود الإمكانيات اللازمة لمعالجتهم في مشافي الداخل، هل أنتم على تواصل مع هؤلاء؟ نعم، فجرحى عدن هم في حقيقة الأمر متعبون جدا في مشافي مدينة عدن ولا يجدون الاهتمام اللائق بهم، وهم أمام مستشفيات كذلك تفتقر للأطباء المتخصصين. نحن أطلقنا مرارا وتكرارا دعواتنا للرئاسة وللحكومة باستجلاب أطباء إلى مستشفى خليفة العام بالتربة، هذا المستشفى الذي بنته دولة قطر الشقيقة، وهو مستشفى مؤهل ولا ينقص سوى استجلاب الأطباء من خارج الوطن. هذا سيخفف العبء على الجرحى وسينقذ حالات كثيرة من الجرحى، أضف إلى ذلك إلى أنه سيخفف عبء كبير عن الحكومة. ولكننا نحن هنا نضع عدة تساؤلات، لماذا تصم الحكومة آذانها عن هذه المطالب البسيطة باستخدام الجرحى الذين سيخفف على الحكومة تسفيرهم إلى الخارج؟ نحن أمام حالات تتدهور باستمرار، نحن أمام أيادي تقطع بسبب تعفن الجراح، نحن أمام تهديد بالشلل النصفي والشلل الرباعي إن لم يكن الشلل التام، نحن أمام أطفال هنا في مدينة تعز بدرت أقدامهم وأصيبوا بالشلل بسبب عدم سرعة تدخل الجراحي لهؤلاء الأطفال. طيب هناك إشكاليات أخرى أستاذ حياة تتعلق بأهالي هؤلاء الجرحى الذين يخضعون للعلاج بشكل عام، وكذلك يعني الكثير ممن سفر، هناك ما يتعلق بأهاليهم، هل هناك متابعة لأهاليهم الذين فقدوهم في نهاية المطاف؟ الأول والأخير الأهالي هنا في مدينة تعز، إن لم تكن مدينة تعز بأسرها ساخطة من الحكومة ومن الرئاسة بسبب إهمال هذا الملف، هذا الملف يؤثر سلبا على وضع المقاومة الشعبية هنا في مدينة تعز، ويؤثر على نفسيات الأهالي الذين قدموا أولادهم دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الشرعية ودفاع كذلك ومساندة لقوات التحالف. نحن أمام فعلا وضع مأساوي للغاية، لا أستطيع أن أصف لك الوضع الكارثي فعلا والمأساوي الذي أعيشه أنا يوميا مع الجرحى. اليوم كنا في زيارة إلى مستشفى الروضة ورأيت جرحى يبكون من شدة الآلام التي هم فيها. أخي الفاضل، هناك جرحى في الدكاكين ومرميين على الطرقات وفي الأرصفة لا يجدون حتى أبسط مقومات التطبيب أو حتى المصروف اليومي الذي يقتاتون منه. فلذلك نحن نريد الحكومة أن تنظر إلى تعز بعين المسؤولية، أن تنظر إلى هذه المدينة التي صمدت لمدة عام وقدمت الجرحى والشهداء، ما ينبغي أن تكافئ هذه المدينة بهذا السكوت وهذا. طيب مطالبنا مشروعة وبسيطة جدا. دعني أعود إلى الدكتور عبد الرقيب الحيدري عضو لجنة الإغاثة في المدينة. نعم. وتأهيل مستشفى خليفة العام. طيب دعيني أنتقل من هذه النقطة إلى عضو لجنة الإغاثة الدكتور عبد الرقيب الحيدري. يعني هناك نقطتان، هناك نقطة والتي سيكون عليها السؤال هذا، لماذا لا يعني ترسل أو تؤهل المستشفيات الموجودة بداخل البلاد حتى لا تكون تكلفة نقل الجرحى إلى خارج البلاد كبيرة؟ هناك تكاليف سفر، هناك تكاليف مصاريف شخصية، إذا كانت هناك مستشفيات مؤهلة بداخل البلاد ستكون التكلفة أقل. هل تعمل الحكومة على يعني هذا الملف بهذا الشكل؟ لا شك أن الحكومة قدمت الكثير من إعادة تأهيل الكثير من المستشفيات في الداخل سواء في عدن أو في تعز خارج نطاق تعز أو في حتى في صنعاء وكذلك في مأرب، ولكن أخي الحبيب هناك حالات يوميا وحالات طارئة وحالات الآن أصبحت إعاقة كثيرة
كبيرة. اليوم أخبرني القائم بأعمال نائب وزير الصحة بأنه جرحى تعز طلب من مركز الملك سلمان ملفات هؤلاء الجرحى وتقاريرهم بحيث يتم التعامل مع كل جريح بحالة الاختصاص، بحيث يتم منه سيتم نقل بعض الحالات إلى السودان، هناك بعض الحالات ستنقل إلى مصر، هناك بعض الحالات ستنقل أيضا إلى عمان، هناك بعض الحالات ستنقل ويتم الالتقاء بدول مجلس التعاون الخليجي بحيث أنه يتم عرض مشاكل الجرحى عليهم ويتم كل دولة من هؤلاء. يعني هذه الطلبات طلبها مركز السلام الملك سلمان من قبل لجنة الإغاثة. نعم. طلبها تواصل أخ مع معالي نائب وزير الصحة بالأخ محافظ المحافظة وأبلغه الطلب. قلنا هنا قلت له أن هناك ملفات جاهزة، وقال أننا نريد أن نمسك الملفات هذه ونسلمها دفعة واحدة بحيث أنه نستطيع أن نقدم حالات حقيقية مستكملة، لأنه بعض الجرحى ملفاتهم تكاد تكون تقاريرها غير متوفرة، فحص الحالات، نوعية الحالات وهكذا. ولكن وهذا لا يقلل من دور الحكومة، لأنه أن ينتظر الكثير من الجرحى إلى أن يستكمل الملفات سيدخل الجريح بحالات مضاعفات كبيرة جدا. طيب في نقطة أخرى، دكتور عبد الرقيب، هناك الجرحى الذين هم بالفعل في يعني مستشفيات بخارج البلاد في الأردن مثلا، في الهند، هناك من يشتكي من الإهمال الذين يواجهونه وعدم يعني تكفية المصاريف الشخصية التي تصل إليهم، ما يعني كيف تتعامل الحكومة مع هذا الملف؟ الحكومة ممثلة بوزير الصحة، ووزارة الصحة لديها الكثير، يعني العاملين فيها لا يتجاوزون عدد الأصابع، والمهام التي على عاتقها لا يستطيع أن يجزها عدد كبير جدا، تريد كم هائل من العاملين، وهذا الذي يضع الحكومة أمام العاملين في مأزق من حيث الرواتب ومن حيث المستحقات، لأن الحكومة الآن تكاد تشتغل بموظفين معدودين، أما وزارة الصحة هي متواجدة في صنعاء بطاقمها الكبير، ولذلك وزارة الصحة الآن ممثلة في رئيس الحكومة ووكلائه ونائبه ووكيله وبعض العاملين. هناك لجنة طوعية الجرحى تقوم، هذه اللجنة هي التي تنفذ ملف الجرحى، لها أكثر من سنة لا تتقاضى أي مرتبات، عملها طوعي والحمل كبير طيب جدا بالنسبة للجرحى. في نقطة وزارة الصحة متواجدة في صنعاء، ألم يعني تقوم الحكومة بإجراءات لنقل هذه الوزارة إلى العاصمة المؤقتة عدن حتى يعني تسهل عمليات يعني إنقاذ الجرحى والتعامل مع الملفات الجرحى، خاصة أن يعني ما يقع من مؤسسات حكومية بداخل صنعاء لا زال تحت سيطرة الميليشيا الذين قاموا هؤلاء الجرحى، يعني خاصة جرحى الحرب، يعني مقاومة سلطة الميليشيا بداخل هذه الأراضي. عودة وزارة الصحة إلى عدن تقتضي بعودة الحكومة جميعا إلى عدن وتأمين عدن ودعم عدن بكل احتياجاتها. أما أن تتحدث عن عودة وزارة الصحة أو انتقال وزارة الصحة كهيئة إدارية إلى عدن، هناك تحدي أمني قائم، ولكن هناك توجه حقيقي الآن إلى عودة الحكومة سواء إلى عدن أو إلى سيون أو إلى حضرموت، خاصة بعد تحرير حضرموت من التنظيمات المسلحة. هناك تحرك حقيقي، ولكن هناك بطء سواء في الاستجابة لتلك الطلبات. هناك يعني دعني أكون منصفا على أنه لجنة الإغاثة ووزارة الصحة هم الأكثر فعالية في هذه الحكومة، الوزراء موجودون في سفارة الجمهورية اليمنية يداومون، لا يردون أي جريح، عند طلب أي جريح نقله إلى اليمن يتم إرسال مذكرات والتعامل مع الجانب الرسمي هنا في المملكة. لا ليس هناك تقصير، إنما أسمي على أن هناك ضعف في آلية التنسيق،
وكثرة المهام التي جعلت من كثير من الملفات ولا ربما هذا كثيراً. هو عبء كبير يعني، خاصة أن هناك الكثير من الجرحى بسبب استمرار الحرب وقصف الميليشيا على المدن. على كل حال أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرقيب الحيدري عضو لجنة الإغاثة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الأستاذة حياة الذبحاني عضو مؤسسة رعاية لأسر الجرحى والشهداء بتعز. أستاذة حياة، يعني إذا ما تحدثنا عن أن يعني تحدثنا كثيرا عن الجانب الحكومي، هل هناك تنسيق مع جانب المنظمات، منظمات المجتمع المحلية المدنية المحلية وكذلك المنظمات الدولية بهذا الخصوص؟ نعم، للأسف الشديد نحن نرى مواقف سلبية لهذه المنظمات. لم تبدي أي من هذه المنظمات تبني قضية الجرحى، هنا أنا أتحدث عن مدينة تعز، نحن لم نرى أي تعاون من هذه المنظمات. ما نراه حاليا فقط هو تعاون من فاعلي الخير ومن المغتربين في كل أنحاء العالم. أنا أوجه لهم من هنا من عبركم من عبر قناة بلقيس التحية والإجلال والعرفان والشكر والتقدير لكل ما قدموه لأجل جرحى تعز. نحن الآن اعتمدنا على التبرعات الخارجية والدعم الخارجي الذي يأتينا من فاعلي الخير في كل أنحاء العالم. كما ذكرت نقوم بتطبيب الجراح قدر المستطاع، نقوم بشراء الأدوية قدر المستطاع، نقوم بإمداد المستشفيات بما نستطيعه عبر هذه التبرعات. أضف كذلك إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية تلعب كذلك دورا مهما وبارزا في تخفيف المعاناة عن الجرحى هنا في مدينة تعز. أضف إلى ذلك كثير من المتفاعلين من النساء المدينة ومن المشايخ والتجار ورجال المال والأعمال لا يخفى جهدهم في التخفيف من حجم هذه المعاناة. استطعنا أن ننجز واستطعنا تسفير بعض الجرحى إلى خارج الوطن بهذه الجهود، واستطعنا عمل عمليات طيب. في مشافي مدينة عدن، أضف إلى ذلك إلى بعض المشافي في الجمهورية اليمنية، واستطعنا أن نخفف قليل من الألم، ولكننا لم نستطيع أن نقوم بدور الدولة الذي ينبغي الدولة أن تقوم بهذا الدور وتلتفت بعين المسؤولية إلى الجرحى هنا في مدينة عدن، لأننا أصبحنا في حقيقة الأمر نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. نحن نسمع هذه الوعود منذ عام، منذ سنة كاملة، ونحن نسمع الوعود بتسفير الجرحى. الجرحى سيسفرون هذا الشهر، الشهر القادم، الشهر الذي يليه، ومر عام كامل ولم نرى أي من جرحى مدينة تعز قد تم تسفيره إلى خارج البلاد للأسف الشديد. طيب يعني هناك الآن يعني هذا الملف يقول الكثيرين أن يعني هناك عبء كبير على الحكومة بسبب عدم وجود ميزانية، ولا بد من الالتفات إلى حرور أو حلول أخرى ل مواكبة ومحاولة معالجة الجرحى بالشكل الذي يليق بهم. يعني كيف هو تفاعل الداعمين المحليين لهذه القضايا، تجار يعني فاعلي الخير ما شابه بداخل مدينة تعز؟ نعم، كما ذكرت مسبقا بأننا أنجزنا كثير من المبادرات عبر فاعلي الخير، أصبحت صفحتنا في الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هي لتفعيل قضية الجرحى. كثير من الناشطين هنا في مدينة تعز ومن من يهتموا بقضية الجرحى استطاعوا أن ينجزوا في هذا الجانب، واستطاعوا تخفيف كثير من الجراح، واستطاعوا أن يؤهلوا مشافي المدينة لكي تقوم بواجبها تجاه هؤلاء الجرحى. نحن نطلب من المغتربين في كل أنحاء العالم ورجال المال والأعمال بأن يقدموا ما يستطيعون لإنقاذ جرحى مدينة تعز. أنا أذكر مثلا على سبيل الحصر أو على سبيل ضرب المثل الأخ رجل الأعمال أبو مهند، هذا الرجل الذي يدعم باستمرار مشافي المدينة وصيدلية المدينة التي تطبب جراح الجرحى ويدعم كثير من الجرحى. نحن نريد من كل التجار هنا في مدينة تعز في كل أنحاء العالم أن يأخذوا على الأقل 3 جرحى على حسابهم الشخصي وتسفير هؤلاء الجرحى، لأنه ليس من الصعوبة بمكان. نريد أن تكافأ تعز بما تستحق، أن يكافأ هؤلاء الجرحى الذين بذلوا أرواحهم وجرحوا وهم يدافعون عن هذه المدينة وعن تجارة هؤلاء التجار وكثير من مصالحهم الصناعية والشركات هنا في مدينة تعز. لم يصبها كثير من الأذى بفضل المقاومة الصامدة في هذه
المدينة، فلذلك نحن نشكر ونحيي كل هذه الجهود. نشكر كذلك جهود الأستاذة توكل كرمان والتي بادرت كذلك في دعم الجرحى هنا في مدينة تعز، وقامت نعم في دعم الجرحى مبتوري الأطراف. نعم أشكرك جزيل الشكر، عضو مؤسسة رعاية لأسر الجرحى والشهداء، كنت معنا عبر الهاتف من تعز أستاذة حياة الذبحاني، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن المحامي محمد الهناهي من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور أستاذ محمد، كيف تقيم جهود الحكومة في بخصوص ملفات الجرحى وجرحى الحرب، يعني سواء المدنيين وجرحى المقاومة بشكل عام، في ظل هذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد؟ والله أعتقد أن الحكومة هذه لا تبلي حسنا، خاصة في هذه الجانب. هناك الكثير من الجرحى، هناك أيضا كنا نعرف قبل فترة أنه أن قضايا المعتقلين، أيضا السجون تضج بآلاف المعتقلين. هناك الكثير من الملفات التي أعتقد أنها تحتاج إلى عناية أكثر، خاصة قضايا الجرحى والمعتقلين. طيب يعني عدم وجود هذه الملفات على طاولة المشاورات، هل تعتقد أن ذلك يمثل فجوة ما بين الحكومة وحتى المتشاورين والمجتمع الذي يعني يعيش بالكثير من القضايا والمآسي؟ نعتقد أنه من أجل أن نصل إلى تسوية عادلة، لابد في البداية من أن يشترك في المفاوضات أو أن تمثل في المفاوضات كل القوى الفاعلة على الأرض، حتى نكون أمام مفاوضات متوازنة ونتائج يمكن تنفيذها على الأرض. هذا من جانب. من جانب آخر، لابد من أن يتم أو أن تكون قضايا مهمة جدا، مثل قضايا المعتقلين وقضايا الجرحى، وكذلك رفع الحصار عن محافظة تعز وعن غيرها من المدن اليمنية، إدخال المساعدات، البحث حول خطوات عملية وإجرائية حتى ننتقل من مرحلة الكلام والحديث عن التسوية والتهدئة إلى تنفيذ ما على الأرض. طيب إذا ما تحدثنا عن تقييم عمل المنظمات، منظمة المجتمع المدني سواء المحلية أو الدولية في خصوص ملفات الجرحى، كيف هي قراءتك لهذا يعني التقييم؟ نعتقد أن منظمات المجتمع المدني خاصة المحلية لا يزال إسهامها محدودا، خاصة في ظل الظروف التي أغلقت فيه كثير من المنظمات المجتمع المدني وتم مصادرة ممتلكاتها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نعتقد أنه لابد من جهود أكثر، وإن كان هناك تواجد لبعض المنظمات خاصة الصليب الأحمر والأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية. إذن المحامي محمد الهناي كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن وتحيات الطاقم الفني والتحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.